تمتاز المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة بمواردها المتعددة كالزراعة والتجارة والثروة السمكية والصناعة والسياحة وغيرها الكثير. موارد يتحدث عن تلك الكنوز التي خصها الله سبحانه وتعالى بمنطقتنا وميزها بها لتساهم في رفاهية الإنسان وسعادته. موارد برنامج أسبوعي يطوف في المنطقة الشرقية ليرصد عن قرب تطورها الملحوظ وفقاً لخطط تنموية شاملة لاستثمار تلك الموارد. لقد مرت المجتمعات البشرية بأدوار ومراحل من التطور التاريخي امتدت لفترات طويلة من الزمن. كان الإنتاج المادي لهذه المجتمعات مرتبطاً بشكل أساسي بمستواها التقني وبقدرة الإنسان على الإنتاج ومهاراته في استغلال موارد الثروة المتوفرة في بيئته. ومع ظهور حرفتي الرعي والزراعة انتقل الإنسان إلى حياة الاستقرار، فطور أساليب استغلال الأرض والموارد الطبيعية، كما طور وسائل النقل عندما استخدم الحيوانات المستأنسة في النقل وحمل الأثقال وجر العربات، ما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير، فزادت كميات السلع المنتجة عن حاجات الإنسان وتنوعت أشكالها واستخداماتها، وبذلك ظهرت لدى الإنسان ضرورة ملحة لتبادل منتجاته مع الآخرين، وهذه كانت البدايات الأولى للنشاط التجاري. كذلك تطورت حرف الإنسان وتطور نشاطه الإنتاجي من البسيط إلى المعقد، وتطورت كذلك التجارة. ففي البدء تميزت التجارة بضآلة الكميات الداخلة في المبادلات التجارية بسبب سيطرة سياسة الاكتفاء الذاتي التي كانت تفرضها المجتمعات البدائية على نفسها بسبب صعوبة النقل وتخلف وسائل الإنتاج أو بسبب العزلة التي كانت تعيشها هذه المجتمعات. بعض مراكز الحضارة القديمة في الماضي تمكنت من الاتصال بالعالم الخارجي اتصالاً تجارياً بسبب ميزات خاصة ترتبط بموقعها الجغرافي أو بمناخها الملائم أو بخصوبة تربتها أو بمهارة سكانها في صناعة معينة. وبالرغم من سهولة التجارة في العصر الحديث وتنوع سبلها، فإن الأمر كان في غاية التعقيد والصعوبة في العصور القديمة، حيث كان يتطلب قدراً كبيراً من الجهد والوقت وأيضاً الشجاعة لمواجهة المخاطر التي كانت تتعرض لها القوافل والرحلات التجارية. تعد التجارة من الأنشطة البارزة في حياة الإنسان قديماً وحديثاً، وعلى الرغم من اختلاف طبيعتها وأشكالها على مر العصور، فإن مفهوم التجارة موحد مع اختلاف المكان والزمان، فهي تلبي احتياجات الأفراد من مقتنيات وأشياء مادية قد تختلف طبيعتها مع اختلاف الأزمان، فمتطلبات الأفراد اليوم ليست نفسها متطلبات الأفراد في العصور الماضية. على الرغم من أن مفهوم التجارة واحد في كل العصور وهو عملية البيع والشراء،
فإن شكل التجارة قد اختلف قديماً وفي العصور الماضية عما هو عليه الآن في العصر الحديث. فنجد اليوم ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، والتي يتم فيها البيع والشراء بل واستلام المال أيضاً إلكترونياً باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبالتأكيد شبكة الإنترنت. نوعية البضائع أيضاً اختلفت اليوم عن العصور القديمة، وبالطبع تطوير التجارة يحتاج إلى مجهودات كبيرة من أجل تحقيق النجاح وجلب النفع على الجميع. وإذا أردنا أن نتحدث عن أهمية التجارة سواء في العصور القديمة أم الحديثة، فهي بالطبع مصدر أساسي لكسب الرزق بين الناس عن طريق تداول المال بين التجار والمشترين، ومن أكثر المصادر دعماً وتقوية لاقتصاد الدولة، وتعمل على توفير فرص العمل لمن لا يملك عملاً عن طريق اشتغال الكثيرين بها، سواء للصالح الشخصي أم لصالح المؤسسات التجارية التي تحتاج إلى كثير من العاملين، ناهيك عن أنها تعتبر من أهم وسائل التبادل الثقافي بين الشعوب، فكان التجار هم سفراء بلدانهم في البلاد الأخرى بل القارات الأخرى. هنا في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة تعتبر التجارة من المهن القديمة التي عرفها الإنسان الإماراتي واشتغل بها لتوفير حاجاته اليومية ومتطلبات حياته المختلفة وتوفير مصدر دخل له ولعائلته. فقد لبت التجارة الحاجات الضرورية لمعيشة سكان المنطقة، وكانوا قديماً يقومون بالمقايضة، أي أنهم يتبادلون السلع بين بعضهم البعض. ثم تطورت الحياة شيئاً فشيئاً، خصوصاً بعد ظهور المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والنفط، إلى أن وصلوا إلى استخدام النقود كوسيلة للشراء والتبادل التجاري. ومن الدلالات والشواهد التي تدل على امتهان أهل المنطقة مهنة التجارة منذ القدم وجود بعض المكتشفات لقطع نقدية ومعادن ثمينة ومناطق تدل على وجود حياة وحضارة، الأمر الذي يدل على أنها مارست التجارة وكانت طريقاً للقوافل التجارية فيما مضى، إضافة إلى استخدام موانئها كمراس للسفن العابرة للمنطقة. تاريخياً كانت مدن المنطقة الشرقية من أغنى المدن في المنطقة، فقد كانت موانئها من أهم الموانئ على الخليج منذ بدء التجارة مع الشرق حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر، ونظراً لموقعها الجغرافي المهم الذي يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا. مدينة كلباء تمتد جذورها في عمق التاريخ، فهي من بين المدن القديمة في الإمارات إن لم يكن في العالم، والتي ما زالت تقف حتى يومنا هذا شامخة عاصية على كل الظروف، لتتحول من حصن منيع إلى واحة غناء تزين ساحل الإمارات الشرقي.
أن موقع مدينة كلباء على ساحل الخليج العربي يؤكد أنها كانت ميناءً للسفن ومحطة للتبادل التجاري، لأنها تزود السفن بالمواد الغذائية كالتمور والأسماك، وتنقل البضائع عبرها براً لارتباطها بخطوط الطرق البرية والموانئ البحرية. وتؤكد المصادر التاريخية أن بعض أهالي كلباء كانوا من أصحاب سفن التجارة التي كانت تبحر من ميناء خورفكان إلى الهند والعراق وكينيا وغيرها من البلدان، وفي العودة يحضرون معهم الأدوات البحرية والملابس والأكل والمواد الغذائية. أما مدينة خورفكان المدينة القديمة فقد كانت تعتبر منذ القدم مكاناً كبيراً جداً، وأنها مدينة تحتوي على منازل جيدة، وكان يعيش فيها عدد كبير من التجار الأغنياء، كما كانت هناك اسطبلات كبيرة تحتوي على الخيول التي كان يتم تصديرها إلى الهند، وفي داخلها أراضٍ وممتلكات كثيرة فيها الكثير من أشجار الفاكهة والخضروات، وفيها عدد كبير من برك المياه التي كانت تستخدم لأغراض الري، إضافة إلى وجود عدد من المراكب لصيد السمك في مينائها. خورفكان قديماً كانت من أشهر الموانئ التي تلتقي عندها السفن القادمة من أوروبا والتي تأتي من الصين والهند وغيرها محملة بالبضائع. كانت تلك السفن منبعاً للخير، مثلما خورفكان اليوم تجتذب السفن التجارية إلى الميناء الذي يوجد بها. اليوم يعد ميناء خورفكان من مصادر الدخل الكبير لإمارة الشارقة نظراً لموقعه الاستراتيجي، كما يعد من أهم الموانئ في الدولة ومن منافذ الدولة الرئيسية على خليج عمان، حيث يستقطب العديد من سفن الركاب وسفن البضائع بالإضافة إلى السفن التجارية. فيما يتعلق بمدينة دبا الحصن التي تطل على ضفاف الشاطئ الغربي لخليج عمان، وتتميز بموقعها الجغرافي الذي يمثل الامتداد الطبيعي لمدن إمارة الشارقة في المنطقة الشرقية، فقد عرفت بمكانتها العريقة في التاريخ، حيث كانت موطناً رئيسياً للهجرات التي وفدت إلى الخليج العربي، وساهم موقعها الجغرافي المهم في دعم مكانتها التجارية على المحيط الهندي. يرتبط اسم دبا بسوق من أسواق العرب في الجاهلية مثل سوق عكاظ وعمان وصنعاء وعدن وحضرموت. كان ذلك السوق يسمى سوق دبا، ويجمع بين تجار جزيرة العرب والهند والسند والصين. وبسبب الحركة التجارية التي كانت تشهدها دبا في الماضي وخصوبة تربتها الزراعية، توافدت عليها أنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية لم تكن معروفة من قبل في المنطقة العربية، وتمت زراعتها فيما بعد وانتشرت في المنطقة. كما زادت أهمية المدينة من الحركة التجارية التي ربطتها مع العالم الخارجي، حتى صارت ميناءً عظيماً من موانئ العرب الشهيرة،
ويستدل على ذلك من موقع الميناء الذي تردد ذكره في الكثير من كتب التاريخ القديم، وهو الممر المائي الذي كان يفصل بين قسمين من أقسام دبا الثلاثة، والذي امتد حتى منطقة بحر الصنيد. ويوما بعد يوم، ونتيجة للتطور الذي شهدته مدن المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة خصوصا خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد تم إنجاز وتشغيل عدد من المشروعات الخدمية العملاقة، منها المجمعات والأسواق والمولات التجارية التي ساهمت بطريقة عصرية في تنشيط الحركة التجارية وتوسعها وفي تلبية احتياجات السكان من المواطنين والمقيمين. حيث يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستمرار على توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة ومنها مدن المنطقة الشرقية. ووفقاً لرؤية سموه، فقد شيد عدد كبير من المرافق الحيوية التي تلبي حاجة السكان المتطورة من مرافق للخدمات ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المهمة. من هذه المشاريع الحيوية على سبيل المثال، مركز سوق الخضار والفواكه واللحوم والطيور والسمك في حي ميناء دبا الحصن الجديد، والذي يقع في الناحية الشرقية من المدينة. ولا تخفى على أحد أهمية هذه الأسواق التخصصية التي تتوافر فيها كافة الخدمات وتلبي وترضي كل متطلبات المتسوقين، فهي تحافظ على الموارد المحلية وتطورها وتساهم في بناء اقتصاد وطني. هذا المجمع في دبا الحصن الذي يضم سوقاً للخضار والفواكه واللحوم والطيور والسمك يعتبر أحد المعالم البارزة والمهمة في المدينة، ويعتبر مؤشراً واضحاً على التطور والتقدم الذي تشهده المدينة وبقية مدن المنطقة في مختلف جوانب الحياة. وفي خرفكان أيضاً لا يمكن أن تكتمل زيارة المدينة دون الاستمتاع بالمشاهد والأصوات والروائح الخلابة المميزة للأسواق المنتشرة في المدينة، والتي تجعلها مفعمة بالحياة مليئة بمختلف أصناف وأنواع البضائع يأتي إليها الناس من كل مكان للتسوق والمتعة. يأتي الناس إلى هذه الأسواق في خرفكان لشراء حاجيات منازلهم، حيث توجد الأنواع والأصناف الكثيرة التي يبحثون عنها ويطلبونها بأسعار مناسبة، ناهيك عن توفير الجهد والوقت ومتعة التسوق، حيث تتميز المعروضات بأنها طازجة وبالنظافة، كما تتوفر مواقف للسيارات للتسهيل على المتسوقين. ومما لا شك فيه أن هذه الأسواق تقدم المزيد من الخدمات والتسهيلات لأهالي المدينة، كما تأتي استمراراً لمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها خرفكان. أما كلباء فمن أبرز معالمها المجمعات والأسواق الحديثة التي تم بناؤها لتجميع حركة التجارة
وبهدف توفير وجهة تسويقية متكاملة لسد حاجة المواطنين والمقيمين بأسعار تنافسية تناسب الجميع، ولمراعاة حجم الزيادة السكانية ومواكبة زيادة الطلب من المواطنين والمقيمين ومواجهة التطورات المستقبلية، حيث إن تلك الأسواق متكاملة وتتوافر فيها مختلف المتطلبات والعوامل الضرورية. أحبتنا المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لابد من الإشارة إلى الموازنة العامة للإمارة للسنة المالية 2019 والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نهاية عام 2018 بإجمالي نفقات بلغ حوالي 25 مليارا و7 بالعشرة من المليار درهم، مسجلة نمواً في حجم الإنفاق بنسبة 10% مقارنة بموازنة عام 2018. تستهدف موازنة عام 2019 تحسين مستوى الرفاهية والسعادة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي. ومن أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، إضافة إلى الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة التي تسعى إلى إنجازها الموازنة خلال السنة المالية 2019. في الوقت الذي تشكل فيه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، فقد اهتمت الإمارة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه. ما أردنا قوله من الإشارة إلى موازنة الإمارة لعام 2019 هو الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتفكير المعمق بكل الوسائل والطرق المتاحة لاستثمار الموارد المختلفة التي تتمتع بها الإمارة، وتوجيهات سموه لكافة الجهات وصولاً إلى نهضة شاملة ومستوى حياة مثالي يجعل المواطن يتمتع بأعلى درجات الرفاهية.